صلى على رسول الله. عشاق الملوخية بدناش نتقاتل ونشوف هي أصلها من وين، اكتبوا لنا في الكومنتات. لكن طبيا أول معلومة حاطيك إياها على السريع، ابنك بيعاني من إمساك شرب ملوخية بس. وإذا أنت عندك أعراض قولون عصبي اشرب ملوخية، لأنه فيها كمية ألياف رهيبة جدا. وإذا أنت من الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم أو بدك تحافظ على ضغط الدم فيها كمية بوتاسيوم عالية، فالملوخية مفيدة لك. وجماعة الكوليسترول بترفع الكل HDL وبتنزل LDL. والسيدات اللي بيعانوا من فقر الدم في كمية حديد رهيبة جدا موجودة في الملوخية. وإذا أنت واحد من الناس اللي بيحط راسه على مخدة وبيعرفش ينام، البوتاسيوم والمغنيسيوم بالذات المغنيسيوم حيضيع لك كل التعب والأرق واضطرابات النوم. وحسب الـ USDA وزارة الزراعة الأمريكية هي بيقول لك كنز من الفيتامينات وقليلة السعرات الحرارية، يعني إذا أنت صاحب دايت بتفيدك. أعتقد الملوخية بتستاهل لايكات، وشارك المقطع لحريف الملوخية.